إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في المجلس السابق من كتاب الفرائض من الجامع الكبير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وقفنا عند باب ميراث العصبة. قال: باب في ميراث العصبة. قرأنا الباب وبقي بعض الكلام عليه إن شاء الله تعالى. طبعا ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها. أصل الأمر أنه كان نزل في أمر الميراث الوصية، أنه يعني يوصي الناس، أو وجب على الناس أن يوصوا بما يدعون ويتركون، حتى جاءت آية الميراث أو آيات الميراث. وآيات الميراث نسخت الوصية لوجوب الوصية للوارثين للوالدين والأقربين، وصار الوالدان وصار المقربون من الإنسان أصحاب فرائض وأصحاب تركة، يعني ثابتة. فلما نزلت الآيات قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهل. إذن الميراث منهما هو فرض، وهو المعلوم في القسمة، ومنه ما هو ليس بفرض وهو الذي يبقى من القسمة، وهو الذي يلحق بمن بالعصبات. فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني أنه الذي يبقى بعد القسمة، بعد قسمة التركة. والقسمة في التركات على النحو التالي: إما أن نبدأ من الأعلى ونقول نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، أو من الأسفل نبدأ مثلا سدس وثلث وثلثان وثمن وربع ونصف. هذه يعني هذه القسمة، وهذه الكسور التي تستعمل في هذه القسمة. أيضا يفضل، يعني إذا كان الإنسان لم يتبين له على كم يعني يقسم عدد الأسهم، فإنه يقسمه على 24، يعني يقول القسمة من 24 ويصحح بعد ذلك. أما إذا كان الأمر واضحا بالنسبة إليه بحسبه، يعني إذا كان يعني الأمر يسيرا وكان عدد الورثة قليلا ومعلوما، فإنه يقسم بسهولة. واضح؟ إن جاء معنا شيء من هذا الكلام نذكره إن شاء الله تعالى، لكن لأن كثير من الناس يتغلب، يعني تلاقي ما يعرف على كم أقسم، يضع مثلا 12 بعدين يطلع العدد ما هو صحيح، يصير فيه كسور، ولا يريد أن يكون هناك كسور في العدد. واضح؟ وهكذا. الآن الفرائض التي تنقسم، الأصل فيها، الغالب فيها، أنها تنقسم بدون إشكالات. أحيانا تحصل إشكالات، وهذه الإشكالات وإن كانت قليلة فإنه لابد من معرفتها، وهنالك تفاصيل، وهذه التفاصيل فيها تفاصيل أحيانا. واضح؟ سيأتي معنا هذا الشيء. لذلك لابد من الحفظ ولابد من الفهم، يعني هنالك قواعد تحفظ تفهم، هنالك أرقام تحفظ، وهكذا. طيب، إذن عندنا ميراث العصبة. من هم العصبة؟ العصبة هم الأصل فيهم هم رجال، وهؤلاء الرجال لهم ترتيب، يعني قال: فلأولى رجل ذكر.
صحيح؟ هذا الترتيب هو بحسب ماذا؟ هو بحسب ما يدلي به الإنسان إلى الذي يرث، يعني بحسب ما أو الوارث إلى الذي سيرثه، إلى الميت. بماذا تدلي أو ما هي الواسطة بينك وبين الميت؟ يعني مثلا الابن ليس بينه وبين أبيه واسطة، هو يرث عن أبيه مباشرة، صحيح؟ ابن الابن بينه واسطة، إذن الابن قريب. طيب الأب أيضا ليس بينه وبين ابنه واسطة، كيف سنفعل عندما يكون عندي مثل هذه القضية؟ يعني أيهما سيكون أقرب؟ واضح؟ الآن العلماء قالوا الابن، الابن وابن الابن. لما؟ لأن الله تعالى يقول، لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم. واحد. اثنين، الولد دائما عصبة، ما فيه شيء اسمه فرض للولد. ثلاث، الوالد والجد يرثون إما بالعصبة وإما وإما بالفرض. يعني الأصل فيه الفرض، لأن الله تعالى يقول إيش؟ فلأبويه لكل واحد منهم السدس إن إيش؟ إن كان له ولد. يعني إذا كان فيه ولد، إذا وجد من يحجبه عن العصبة عاد إلى الفرض. واضح؟ يعني المقصود الأصل فيه الفرض، لأن الحجب هو عن الفرض ولا عن العصبة؟ عن العصبة. إذن الأصل إيش؟ أنه صاحب فرض. فمن كان صاحب فرض فلن يكون الأولى بأن يكون من أصحاب إيش؟ العصبات. واضح؟ إذن مع أن الوالد هو الأصل وهو الأعلى، جميل، لكنه جعل تاليا في موضوع إيش؟ العصبات. إذن الابن وابن الابن، ثم الأب وأبو الأب، ثم من؟ الشقيق لأبوين، ثم الشقيق لأب واحد. ليش؟ لماذا لم ننتقل لابن الشقيق لأبوين؟ لأن الشقيق لأبوين يدلي إلى الميت بواسطة واحدة، وهما الأبوان. يعني هو يدلي بسببين لكن واسطة واحدة، يعني ما في أب وأب أب بينهما مثلا، مثل إيش؟ مثل الجد. لا، هو مباشرة أبوه فقط وأمه فقط. الآن يدلي بواسطة واحدة بسببين، وهذا أقوى من من يدلي بواسطة واحدة بسبب واحد، وهو إيش؟ الأخ لأب، صحيح؟ لأن الإخوة لأمة ليسوا من العصبات. ثم الأخ لأب. إذن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. لماذا؟ لأنه يدلي بسببين بواسطة واحدة. وأما الأخ لأب فإنه يدلي بسبب واحد وبواسطة واحدة. بعد ذلك ابن الأخ الشقيق، وهذا مقدم على العم. لماذا؟ ليش؟ كم بين الميت وبين العم؟ يدلي إليه بالأبي، يدلي إليه بأبيه وبجده. العم وإن كان أخا فبين الأخ وبين أخيه واسطة، وهو الأب. يعني أنت ما خلفت ابنك، ما خلفت أخاك، صحيح؟ فصار اتسعت الوسائط. لذلك لابد أن نحفظ الأقرب، ونعرف أن الأقرب مش الأخوة. الحاشية ليست مباشرة، الحاشية واسطة، أو الحاشية بواسطة، وهي بواسطة من؟ الأب. واضح الأمر؟ ولذلك العم تأخر عن الأخ لأب. لماذا؟ لأن الأخ لأب هو إيش؟ هو قريب بواسطة واحدة وله سبب. وأما العم الشقيق فهو الذي يدلي إليك بواسطتين مع وجود إيش؟ سببين إلى الأب. والعم لأب واحد أو لأب يدلي بواسطتين لكن إيش؟ بسبب واحد. فقدم العم الشقيق. ابن العم الشقيق مقدم على ابن العم ليش؟ لأب. وهكذا تحسب، يعني تنظر إيش الأقرب، من الذين أعطاهم الشرع أولا العصبة ابتداء. أول ما جاء في القرآن الكريم يوصيكم الله في أولادكم، إذن لا يمكن تقديم أحد في قضية التركة. واضح هذا الأمر؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. إيش جاء قبل هذا في التركات؟ في شيء آخر قبل هذا في التركات جاء شيء؟ ها؟
نعم الرجال نصيبهم. طيب للرجال نصيبهم مما ترك ليش الوالدان والأقربون، يعني الأبناء ولا لا؟ إذن عندما لم نذكر الفروض أو الفرائض أو غير ذلك حتى الكلام عن النصيب قدم الأولاد، مش هيك؟ لما تقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون يعني إيش؟ الأولاد. من هم الرجال الذي ها؟ واضح الأمر؟ طيب يوصيكم الله في أولادكم، آية الموريث بدأت بهذا الكلام. إذن فهذا يدل على تقدم الأولاد وهم الذكور والإناث من الإيش؟ من الإنسان على غيرهم. الآن الإناث هن أصحاب فروض إلا إن كنا عصبة بالغير، واضح؟ إذن إذا وجد الإناث مع الذكور صرنا عصبة. الآن نرجع إحنا إلى أصل العصبة، أصل العصبة الرجال نفسه، بعدين بصير العصبة بالغير. نتكلم نحن إيش عن العصبة؟ وذكر العلماء أيضا أن بين هذا وبين مسألة الولاية على الإناث بحسب القرب كما يكون قسمة العصبات في الميراث. جميل. طيب إذن قلنا قضية تتعلق أول شيء بالأولاد، أولاد الأولاد، الأب والجد، الأعمام، الإخوة على تفاصيلهم، الأعمام طبعا إخوة، أبناء الإخوة، الأعمام أبناء الأعمام، بعدين وهكذا، واضح؟ كل ما ابتعد. إذن هذا هو المقصود بقضية العصبة. ألحقوا الفرائض بأهلها. إذن قبل لا يتصرف الإنسان باتجاه العصبات، طيب العصبات قد يكونون أقرب من أصحاب الفروض ولا لا؟ متى يكونون أقرب من أصحاب الفروض؟ الأولاد. في أحد من أقرب من الأولاد؟ ما في. لكن قبل أن تبدأ بالأولاد ماذا ستفعل؟ ستبدأ بأصحاب الفروض الذين قسم لهم، هذا له نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، وهكذا. بعد ما تخلص من هؤلاء الآن ما بقي فللعصبة. وكلمة فلأدنى رجل أو فلأولى رجل ذكر يعني الذي يكون هو إيش؟ الأقرب والأعلى، الأقرب من جهة النسب والأعلى إذا كان ممن دون، وإلا ممن دون أو الحواشي، ممن دون أو الحواشي. أما من فوق فنبقى فقط على الأقرب، واضح؟ طيب أما ما زاد على ذلك فقد يكون مع الأولاد إناث فاجتمعنا، لأن صاروا في منزلة واحدة فاجتمعنا في إيش؟ في العصبة. لكن إن اجتمعنا في العصبة وهم في منزلة واحدة في الإناث، ليسوا مثل الذكور، فصار الإناث يأخذنا إيش؟ على النصف من الذكور. فما بقي، ما بقي بعد قسمة هذه الكسور، ثلثان، ثلث، سدس، نصف، ربع، ثمن، بعد ما ننتهي من هذا. طبعا نحن قلت نصف، ربع، ثمن لا يعني أننا وقفنا، لا، هو الثمن هذا ينقسم على اثنين إذا كانت زوجتين، وينقسم على أربعة، يعني واحد على 32 إذا إيش؟ إذا كانت أربع نساء، واضح الأمر؟ وحتى السدس هذا إذا كانت جدتين مثلا سيقسم على إيش؟ على وإذا كانت ثلاث جدات، اللي هي جدة الجدة للأب وأبي الأب وأبي الأم ولأم الأم، فهذه ثلاث جدات أيضا ستقسم. المقصود بالكلام نحن نتكلم الأصل في الكسور، وإلا حتى هذه الكسور قد أيضا تقسم. طيب إذن فكلمة فما بقي فلأولى رجل ذكر يعني أصل التعصيب، وإلا العصبة ليست ذكورا فقط، العصبة بالذات فقط هم الذكور، لا يوجد عصبة بالنفس إلا الذكور، وإلا احكي يا أبا البراء، وإلا المعتقة. طبعا هذه في حال الولاء، سنأتي إلى إن شاء الله تعالى في حال الولاء. وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فإذا امرأة اعتقت رجلا يعني كان عبدا فاعتقته، وهذا الرجل لم يكن له، يعني الكلام نرجع إلى لم يكن له فروض ولا عصبات، وبقيت هذه المرأة، فإنها عصبت هذا الرجل، هذا المرأة الوحيدة العصبة بالنفس. أما البقية فعصبة بالنفس بالذاء بالغير، وعصبة مع الغير.
مثل الأخوات مع البنات، هذه عصبة مع الغير. طيب، إذن هذا المقصود فهو الأولى رجل ذكر، يعني ابتداء هو، وإذا كان هو يعصب غيره فهذا. طيب، هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، لكن الحديث هنا إسناده قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه، بعدما ذكر إسناد الأول ذكر إسنادا آخر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش مرسلا. إذن هذا الحديث أعله بعض الناس بأن صححوا المرسل على المتصل، لكن على كل حال الحديث ثابت من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس، فصح الحديث. طيب، بقي شيء بمسألة التعصيب؟ إذا بقي شيء نجعله في شيء في التعصيب، ما أظن بقي شيء. طيب، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبأساليبكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في ميراث الجد. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخر طعمه. هذا حديث حسن صحيح. في الباب عن معقل في اليسار. نعم، الباب الذي يليه قال: باب ما جاء في ميراث الجد. والجد كالأبي يرث بصورتين، الصورة الأولى ما هي؟ فرض ولا التعصيب؟ لا يمكن أن يكون التعصيب أولا، لأن قلنا ألحقوا الفرائض بأهلها. يعني أول شيء دائما الفرض، يعني لما واحد يسألك يقول لك فرض ولا تعصيب، ما في مجال للتوقف. فرض ثم تعصيب، سواء كان جدا ولا أبا ولا أي واحد، الفرض ثم التعصيب. أحفظ المسألة، أول شيء أول ما تحسب الفرض بعدين تحسب التعصيب. فذكر هنا ما جاء في ميراث الجد. هل الجد يرث؟ الجد والد، ويدلي إلى المورث بواسطة. والقاعدة: كل من أدلى إلى مورث بواسطة أسقطته الواسطة. كل من أدلى بمورث إلى المورث بواسطة أسقطته الواسطة. يعني لا يمكن لابن الابن أن يرث مع وجود الابن، ولا يمكن للجد أن يرث مع وجود الأب، واضح؟ إلا في مسألتين فقط الواسطة ترث والفرع يرث بعد الواسطة. إيش هم؟ ما هما؟ لا، بس مسألتين حتى ما نتفرع، ومسألتين مشهورتين. المسألة الأولى: الأصل أنه الأم واسطة مع الإخوة، صحيح؟ إذا اجتمعت الأم والأولاد ترث ولا ما ترث؟ يرث الإخوة ولا ما يرثون؟ الإخوة، الأم والإخوة الأخوات. إذا وجدت الأم يرثون من إخ من من أخو. إذا وجد الأب حجب الإخوة. المتوفى محمد، المحمد أو فاطمة له إخوة وأخوات وأم. من الواسطة في الحاشية؟ من؟ الأب والأم، صحيح؟ الإخوة يدلون إلى أخيهم بأي شيء؟ بالأم ولا لا؟ بالأم والأب. إذا وجدت الواسطة حجبت، هل تحجب ولا ترث معهم؟ هاي واحدة، هذا استثناء. استثناء الثاني وفيه خلاف، وهو الجدة
إذا وجدت مع الأب. الجد مع الأب لا يرث. الجدة مع الأب هل ترث ولا ما ترث؟ هناك اثنان يقولان ترث واثنان يقولان لا ترث. سنأتي إليه إن شاء الله تعالى في الكلام عن الجدة، بس الآن بشكل عام أنه الجد لا يرث طالما وجد الوالد فهو يحجبه. سنأتي إلى الكلام عن الجدة في وقتها. إذن كل من ورث، كل من أدلى بواسطة حجبته الواسطة، واضح؟ إلا في صورتين، صورة تتعلق بالجدة مع الأم مع الأب، وصورة تتعلق بالإخوة مع الأم. ترث. أما قلنا في خلاف، في خلاف سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. هي ترث على الصواب، لكن في خلاف. قلنا المسائل فيها مسائل، يعني تكلم أنت الجدة وترث مع الأب، هذه مسألة يعني زادت لأنك تتكلم عن مسألة استثنائية. يعني الأصل قاعدة أنه كل من أدلى بواسطة أسقطته الواسطة، بس هذه واسطة ما أسقطتها الواسطة. اثنين فيها خلاف. إذن هذه مسائل في مسائل في داخل الميراث، ذاك تحتاج إلى النوع من التدقيق. وإن كان طبعا بعض الناس خلص بحسب ما درس، لأنه الرحبية على المذهب الشافعي، لذلك قد لا يظهر لك هذا الخلاف، لا يظهر لك هذا الخلاف. بينما فيه إيش الاسم المنظومة الثانية، المنظومة الثانية بيذكر الخلاف إيش اسمه إيش. طيب على كل حال، الآن ذكر هنا حديث عمران بن حصين قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات، يعني الحفيد، فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. هسه لو كان ابن بنته هل له من شيء؟ ما له شيء، هذا اللي هو السبط، يعني ليس له من سبط شيء، فقط من الحفيد. أي جد لا يرث إذا كانت الواسطة أما، أما الابن نعم، ولكن إذا كانت الواسطة بنت فقط الأم ترث. جدا لأم يعني سنتي إن شاء الله تعالى. طيب حتى ما خربط الأمور خلوكم معنا مركزين في هذا. إذن الجد لأب يرث، واضح هذا الأمر؟ الجد لأب يرث، سنأتي إليه، يرث بالفرض سدس ويرث بالتعصيب كمان بعد الفرض إذا بقي شيء. قال إن ابني مات فما لي من ميراثه. الظاهر والله أعلم أن هذه الصورة كان فيها أختان، سنأتي إليه. فقال لك السدس. طيب ليش لك السدس؟ إذن الجد سيرث بالفرض السدس، ورثناه السدس بالفرض. قال فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. إذن ما بقي من التركة سدس آخر. إذا كان ورث سدسا وبقي سدس، إذن فقد ذهب ثلثان، لأنه عندنا إحنا إيش؟ ثلاث أثلاث، سدسان ثلث. طيب بقي أين ذهب الثلثان؟ إذن كان هناك من الذي سيأخذ الثلثين ولا يحجب الجد؟ إيه. طيب إذن له ابنتان. قال فلما ولى دعاه أي بس نلحظ هنا مسألة، أنه طبعا هذا الحديث يعني في خلاف في صحة الحديث. الحديث في الجملة المعنى صحيح، المعنى صحيح، فخلينا نمشي مع المعنى بعدين نتكلم عن الحديث. المعنى صحيح أنه الجد يرث السدس، والجد أيضا له يعني يرث بالرد بعد ما يرث السدس أيضا يعني بالتعصيب. طيب فقال إن السدس الآخرة طعمة، أو الآخرة طعمة، يجوز الآخر ويجوز الآخر. الآخر واضح أنه آخر السدسين، والآخر طعمة، يعني أن الله تعالى أعطاك إياه من غير استحقاق بفرض. إذن أنت فرضك السدس، وأما هذا بدون استحقاق فرض. بماذا استحقه؟ بالتعصيب، واضح؟ طيب نعود الآن. قال فقال لك السدس. ليش ما قال لك السدسان؟ ها؟ لا كيف ما بينت؟ بينت.
اتفقنا أنه أول شيء ألحقوا الفرائض بأهلها. أنت الآن لما تحسبها بتحسبها مع بعض ماشي، بس أنا أتكلم عن وقت التشريع. لماذا في وقت التشريع في أول التشريع؟ ليش؟ الجواب أنه لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك السدسان، كيف نعرف نحن أن السدس الأول فرض والسدس الثاني عصبة؟ فهنا ماذا فعل؟ أولا أعطاه السدس، فلما ولى، إذن بعد ما ولى بقي احتمال أن يكون الباقي فرض، دعا قال لك سدس آخر. الآن مع أنه جعل بين الأول والثاني مسافة، إلا أن الاحتمال بقي قائما أنه ممكن يظن أنه إيش، أنه لو سدسان من البداية دعاه مرة أخرى وقال إن السدس الآخرة طعمة، يعني ما هو من الإيش، من الفريضة. ففهمنا بذلك أن الجد لا يستحق بالفرض إلا السدس، وبعد ذلك قد يستحق من الإيش إذا كان في مجال للتعصيب، يستحق بالتعصيب. وهذا هو الصحيح، أن الجد له سدس إذا لم يوجد الأب، يعني الجد يقوم مقام الأب بأنه يرث لكنه لا يزيد على السدس فرضا. اتفقنا أنه إيش، أنه لو كان في أولاد ما كان يأخذ السدس، الجد ما بيطلع للسدس الثاني. أولاد متوفى لو كانوا موجودين، يعني قصدي بنات. أي صحيح، إذن نقول بنات. الأولاد في ذكور وإناث، كلمة الأولاد تشمل ذكورا وإناثا، فدير بالك الكلام المجمل بيخربط المسألة. احنا نقول دائما نحفظ القضية أنه كلمة أولاد لا نطلقها إلا إذا كان في ذكور وإناث أو محتمل. كلمة الأب أو الأم لا نطلقها إلا باعتبار الميت، ما هو باعتبار الوارث. صحيح؟ انتبهوا لهذه القضايا لأنه بتصير فيها مشكلة، ولما بتحسب بتتخربط الأمور. هاي من الأمور المهمة. طيب، قال هذا حديث حسن صحيح، لأن ما قال حسن صحيح غريب أو كلمة تفيد أن الإسناد معدل، وإنما تفيد أن الحديث صحيح. وقد رواه ابن عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر. إحنا الآن هنا الحديث من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر، يعني فشاركوا عمرو بن أبي قيس. ليش عمرو بن أبي قيس صدوق له أوهام، يعني منزلته مهما مثل منزلة هؤلاء القوم. جميل، ما عندكم؟ ها، ما عندكم؟ طيب أنا عندي، أنا عندي هذا. على كل حال الحديث تكلموا فيه، يعني بعض أهل العلم ذكروا شيء في الإسناد، لكن الإسناد هذا ما عندنا مشكلة فيه، لأن عمرو بن أبي قيس هو في النهاية يعني في الجملة يعني حديثه محتمل وحسن. أما الحديث في الحديث الصحيحين إيش؟ لا أنا عفوكم، أنا انتقلت إلى الصفحة السابقة. نقول وين جاء هذا الكلام غريب. نعم، هنا نقول قال فلما ولى دعاه وقال إن السدس الآخرة طعمته. صحيح، هذا هو الحديث الذي فيه كلام، لأنه من حديث الحسن عن عمران. وحديث الحسن عن عمران أبو حاتم قال لم يسمع الحسن، وذكر أناسا ومنهم عمران بن حسين، قال لم يصح السماع، ما قال لم يسمع، قال لم يصح سماع الحسن عن فلان وفلان منهم من عمران بن حسين. فإلى أن يثبت سماع الحسن من عمران فالإسناد منقطع. واضح، الإسناد منقطع. لذلك قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ما ذكر حديث حسن صحيح غريب، لأن الحديث لم يعدل من قبل إسنادي، وإنما الحديث صحيح في الجملة. جميل. طيب، لكن الإمام الترمذي رحمة الله عليه في كتابه العلل الكبير اللي فيها أسئلة الإمام البخاري رحمة الله عليه، ورد معه حديث في ذلك الكتاب، وهو حديث أن لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الحسين أنه كم إله تعبد، قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال من ترجو لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، ونزل. فالشاهد الكلام هذا الحديث
هذا يعني من أسانيده وإسناد من طريق الحسن عن عمران بن حسين ومن غير طريقه. فقال هناك الإمام الترمذي, هذا هو حديث طيب, قال هناك الإمام الترمذي في هذا الحديث اللي من هذا الطريق, يعني ذكر طريق غير طريق الحسن عن عمران بن حسين وذكر طريق الحسن عن عمران بن حسين, فقال فيه وهذا حديث أشبه عندي وأصح, فصحح هذا. واضح؟ فيبدو أن هناك خلافا في هذه المسألة. على كل حال الحديث على القول بضعفه, فهناك يعني ما يقوي هذا الحديث, وهو يعني أقصد الجد له السدس وهو عند ابن ماجة طبعا, يعني قالوا في الباب عن معقل بن يسار هذا الحديث يشهد له. اقرأ الحديث. أن عمر جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجد فنشدهم من سمع من رسول الله ذكر شيئا, فقام معقل بن يسار المزني مزني نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جدا فأعطاه ثلثا أو سدسا. فقال أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا. نعم. فقال له عمر ما الفريضة؟ قال لا أدري. فركله عمر بقدمه وقال لا دري. نعم. على كل حال الحديث صححه شيخنا رحمة الله عليه في سنن الإمام ابن ماجة بلفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجد بالسدس, وهذا يحنى من قبل. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد بالسدس, إذن هذا يشهد لهذا. فحديث معقل بن يسار هذا استشهاد به أولى من ذلك. في إسناد آخر. نعم. في إسناد آخر عند أبي داود. عند أبي داود نعم. فقال معقل بن يسار أيكم يعلم ما ورث الرسول الله صلى الله عليه وسلم الجد عمر بن الخطاب؟ فقال معقل بن يسار أنا ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت فما تبني إذا. هذا برضو الحسن عن عمر ذكر الخطاب. نعم, بس ذاك الحسن عمر نحن نتكلم الآن عن معقل بن يسار. فالآن هذا حديث حسن عن عمر قطعا هو منقطع واضح يعني جميل. وعندنا هنا الحسن عن عمران بن حسين, وعندنا حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال معقل قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد بالسدس, وهذا يعني إن شاء الله تعالى شاهد وكافي جميل. وهذا هو المقصود في الباب عن معقل بن يسار. طيب واضح هذا الأمر. طيب الآن ورثه السدس, ورثه بعدما زادت إذا زادت الأسهم, إذا زادت التركة على الأسهم هنا بتأتي قضية ليش. أي نعم تفضل. إيش هي؟ لا مش نأخذ كذا الفارض أو إيش هذا؟ تفضل. نعم. لا تفضل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الجد. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال مره قال قبيصه وقال مره عن رجل عن قبيصه بن لؤي قال جاءت الجده ام الابي الى ابي بكر فقال ان ابن ابني او ابن بنتي مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا. فقال أبو بكر ما أجد لك في كتاب حقا وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس. قال فسأل فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. قال ومن سمع ذلك معك؟ قال محمد بن مسلمة. قال فأعطاه السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر قال سفيان وزاد لي فيه معمر عن الزهري ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر أن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو لها. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن لؤي قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها. قال فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس.
فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيره؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت جدة أخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو لك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وإن يدكما خلت فيه فهو لها. وفي الباب عن بريدة، وهذا حديث حسن صحيح، هو أصح من حديث ابن عيينة. نعم. قال: باب ما جاء في ميراث الجدة. نستثني الجدة لأم، الجدة من نستثني الجدة لأبي الأم، لأن أبا الأم نفسه لا ميراث له. يبقى معنا من الجدة لأم، يعني أم الأم، لأن هذه أغرب شيء من جهة المرأة، فبذلك أثبتناها. ثانيا أم الأبي، ثالثا أم الجد. الجد وارث ولا ما هو بوارث؟ جد لأب، الجد لأب وارث ولا ما هو بوارث؟ قلنا وارث السدس أمه. إذن عندنا ثلاث جدات يرثنا بالفرض إن افترقنا وإن اجتمعنا، إن افترقن وإن اجتمعن. الأولى أم الأبي، ثانيا أم الأم، ثالثا أم جد لأب. فإن انفردت واحدة منهن أخذت السدس، وإن اجتمعنا في السدس تقسم بينهم. طيب، ذكر هنا حديث قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة أم الأم أو أم الأبي. طبعا هو جاء هذا الحديث في سنن ابن ماجة، يعني حدد فيه أن الجدة التي جاءت إلى عمر، يعني في زمن عمر، كانت أم الأبي، فتعين أن الأولى أم الأم. هذا بحسب، ولا الأسانيد فيها ضعف يعني حقيقة، بل لا يهم إذا كانت أم الأم ولا أم الأب، لأنه في النهاية يعني جعلهن على نصيب السدس. فقالت: إن ابن ابني أو إن ابن ابنتي مات وقد أخبرت. طيب، الآن هي أخبرت وأبو بكر يقول لها أنا ما أجد، هو فيه ولا ما فيه؟ هو ما وجد في كتاب الله، يعني ما هو موجود منصوص في القرآن، ما هو موجود في القرآن أن الجدة ترث، لكن هذا في السنة، هذا في السنة. طيب، قال: طيب، هنا لما قال أنه يقول أنه أنا ما أجد لك في الكتاب من حقه، هي علمت. كيف تكون هذه المرأة علمت وأبو بكر ما علم؟ من يجيب؟ ليش أمكن مثل هذا الأمر؟ كيف وقع؟ يعني ما المبرر لمثل وقوع هذا الشيء؟ طيب، السؤال: أبو بكر لماذا يحتاج إلى أن يسأل عن ميراث الجدة بالذات؟ يحتاج يسأل عنها ولا لا؟ أبو بكر يحتاج يسأل عن هذا الشيء؟ ها؟ لا يحتاج، لا يحتاج، لا يحتاج. فإذا لم يشهد تلك الواقعة كيف سيعلم؟ هذه المرأة مات ابن ابنها، تحتاج أن تسأل ولا لا؟ تحتاج. هذا واحد. الأمر الثاني أنه القاعدة أن الذي يتعلم المسألة وهو محتاج إليها هو أجدر أن يفهمها ويحفظها من الذي يتعلم ولا يحتاج إليها. لذلك كثير من طلاب العلم لما بتسوي له منهجية في طلب العلم بيمسك الكتاب الأول بيقرأ والثاني بيقرأ ومشي، لا تجده فهم الإنسان الأمر. مثل الشخص مثلا وجد أنه هذا العلم بالذات هو محتاج إليه جدا، وجاء: كيف أتعلم هذا العلم؟ دلوني. تقول له: هذه المنهجية. يقول لك: هذه أكيد. طيب، بدأ الحمد لله هذه منهجية جيدة، وببدأ فتجده يفهم المسألة ويحفظها جيدا لأنه حريص. لذلك طالب العلم الحريص إذا أعطي منهجية أخذها وفهمها من أول مرة. غير الحريص هو ماشي بيقول لك: أنا بأخذ منهجية، هي في طلب العلم في الطريق، هبيقرأها بيحتاج مرة ثانية يعيدها ويقرأها. ليش؟
لأنه لم يحتج في المرة الأولى إلى ذلك. وكل علم يحتاج إليه المرء ويقرأه يكون أقدر وهو أجدر على فهمه وحفظه من الذي يقرأه إيش على وجه التسلية وعلى وجه أنه بيدي يقطع كتب. واضح أخواننا؟ هذه من فوائد هذا هذا المثال. أبو بكر لم يجد ذلك في كتاب الله ولا أخبر عنه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي قالت أنا أخبرت أن في كتاب الله من ذلك علما، فمنين هذا جاءت بهذا؟ لحاجتها. كمان الحاجة الدنيوية أحيانا تضطر الإنسان يعرف ما لا يعرفه غيره، وهي ما تدري كم واحد سألت حتى وصل هذا الخبر. فقالت له إن لي في كتاب الله حقا، أنا أخبرت بهذا. قال الله ما أجد أنا لا في كتاب الله، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأل سأل الناس. إذن هو صادق بالنسبة للقرآن مش موجود، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو صادق في ذلك، هو صديق، ولكنه لم يقل أنا أعلم كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما نطق به، ولذلك وسأسأل الناس. الناس طبعا أبو بكر الصديق يجتمع إليه الناس، سأل الناس، قال المغيرة أنا عندي علم، النبي صلى الله عليه وسلم ورثاه السدس، طيب مين غير المغيرة؟ الشاهد من الكلام أنه وجد أكثر من واحد سمع وأبو بكر ما سمع. طيب ما هو كان أبو بكر أكثر واحد ملتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى نفهم يا أخواني أنه العلم لا ينتظر فيه أنه فلان وافق ولا ما وافق، والدليل هو المقدم. واضح هذا الأمر؟ مهما كانت جلالة العالم إذا خالف فالقاعدة أين؟ الرجوع إلى ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست القاعدة أنه فلان والله كيف أنت أعلم من أبو بكر الصديق؟ لا أنا لست أعلم من أبو بكر الصديق، لكن أبو بكر الصديق ليس أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا منقارن من أبو بكر بالرسول مش بينه وبين ها؟ الآن الخدعة اللي تقع عادة تقول لك الإمام الشافعي قال كذا أنت أعلم منه، لا والله مش أعلم منه بس الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منه. المقارنة ليست بيني وبين أبو بكر ها؟ وليست بينك وبين الرسول، ما بدي أقول لك أنت أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أنا بقول لك الشافعي ليس أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سيكون هناك من قال بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يعني ما تأتي أنت تقول أنا لأن هذا غلط، أنك أنت تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ المسألة وتمشي. في زمن الصحابة الأمر مختلف لأن هؤلاء أصحاب علم وأصحاب قدرة على هذا، لكن نتكلم في زمننا لا، لابد أن يكون هنالك علماء حملوا هذا العلم وفهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا إيش فائدة الاتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح؟ مو بفهمي وفهمك ما يصلح، لابد من الرجوع إلى العلماء، والعلماء جمعوا الدين وفهموه وفصلوا وبينوا كيف يستدلوا للمسائل. طيب قال ما أجد لك في الكتاب من حق، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس. قال فسأل، فشاهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. إذن وجد واحد هذا كافي. طيب معك واحد آخر، خلينا يعني طالما أنه أنت سمعت، يعني أنت لست أولى الناس في السماع. فقال محمد بن مسلمة قال أنا كمان سمعت نفس الشيء. خلاص المثبت نعم. فهنا قال له محمد بن مسلمة أنا كمان سمعت، ما بقي من حجة بعد ذلك. قال ومن سمع ذلك معك؟ قال محمد بن مسلمة. قال فأعطاها سدس، ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر. يعني إذا كانت هذه أم الأب فديك أم الأم. قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري، ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر أن عمر. واضح؟ طيب قال إن اجتمعتما فهو لكما. يعني لما جاءت هذه الثانية، هذا الكلام القضاء الأول كان في متى؟ زمن أبو بكر. الآن هذه راح أبو بكر توفي رضي الله عنه، وجاء زمن عمر، وبعدين هذه إيش بلغها أنه أنت كمان لك حق، أنت وخاصة إذا كانت هي أم الأب يعني فيها أو لا. قالوا أنت لك حق كمان في السدس. فذهبت إليه وقالت له أنا طيب القضاء انتهى والفرائض قسمت، وهذه يمكن استعملت السدس كله ها؟ إذا وجد تقسيم للفرائض، وجد تقسيم للتركة، وبعد ذلك عثر على وارث آخر، فإنه لا يسقط حقه بالتقادم ولو جاء بعد سنين. واضح الكلام؟ قال لما قالت أنا
أن علمت أنه فيه لي حق أما أنا كمان، فقال إن اجتمعتما كان إيش السدس بينكما، وإن انفردت واحدة استقلت بالسدس. خلاص واضح الأمر. طيب وإذا اجتمعت ثلاثة؟ فالصحيح أيضا أن السدس ينقسم بينهن. الآن هو بعدين ذكر الإسناد الثاني، الإسناد الثاني اللي هو قال عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة. الأول قال الزهري مر عن قال قبيصة ومر عن رجل عن قبيصة، يعني إيش فيه تردد، هو ممكن يكون سمعه من قبيصة، الظاهر أنه ما سمع الحديث من قبيصة، نتكلم عن الزهري، لكن مرة يقول عن قبيصة ومرة يقول إيش عن رجل عن قبيصة، هذا بحسب الراوي عنه. الرواية الثانية لا، هو صرح قال عن ابن شهاب عن مين الثاني، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة، صرح. الآن الإمام الترمذي بعد ما ذكر القصة إيش قال؟ قال هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة، حديث ابن عيينة اللي فيه عن مرة قال قبيصة مرة قال عن رجل عن قبيصة. الحديث الثاني لا، حديث مالك، وبالتالي فحديث مالك أصح من حديث من؟ من حديث ابن عيينة، وهو يعني وهو من. طيب هذا أصح إيش معناه؟ طيب هو حديث واحد أصح من حيث الإسناد وليس من حيث إيش المتن، والمقصود أصح من حيث الإسناد أي أن سياقة الإسناد أصح من سياقة الإسناد الأول، واضح؟ أن سياقة الإسناد الثاني أصح من سياقة الإسناد الأول، أي أن الإمام مالك كان أتقن من ابن عيينة في الإسناد، هذا هو مقصود الإمام الترمذي، وإلا في الحديث صحيح لغيره ما هو صحيح لذاته، صحيح ولا لا؟ يعني على كل الأحوال يبقى في الحديث الإشكال اللي ذكرنا قبل قليل. طيب لأن فيه اضطراب. قال هذا ثم قالوا في الباب عن بريدة. الآن حديث بريدة هو الشاهد لهذا الحديث، فصح الحديث بشاهد حديث بريدة. قلنا شاهد إيش الحديث؟ أطعم الرسول صلى الله عليه وسلم جدة السدس إذا لم تكن أما، إذن الأم تحجب الجدة، الأب لا يحجب الجدة، واضح؟ إذن هذه الصورة الثانية اللي احنا تكلمنا فيها وقلنا فيها خلاف، وهي أنه وجدت الواسطة ولم تحجب إيش؟ ولم تحجب قلنا إنه إذا أدلى الوارث بواسطة أسقطته الواسطة. طيب أدلت الجدة بواسطة صحيح؟ والجدة لأب والجدة وأم الجد أسقطتها الواسطة ولا ما أسقطتها؟ هذه مستثنى، هذا في خلاف طبعا، واضح؟ وقوله إذا لم تكن أم، يعني إذا لم يوجد أم، لأن إذا وجد أم سقطت إيش الجدات، إذن الجدة يشترط في وجودها ماذا؟ عدم وجود الأم، إلا عند اثنين من الأئمة، عندنا اثنان من الأئمة. طيب صاروا طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. اللهم ربنا.
الحمد لله. قلنا إن الجدة ترث مع وجود الأب ولا ترث مع وجود الأم. وأرجو أن تجيبوا بسرعة لما نسأل حتى نشوف مركزين معنا ولا لا. لكن الآن أم الأب تدلي إلى المورث بماذا؟ بالأب. قلنا الأب باعتبار الميت وليس باعتبار أبيها هي يعني. لكن عند الشافعي ومالك تسقطهما, يسقطانها, فترث عند عدم وجود الأب. بمعنى أنه عند الشافعي إذا وجد أب وجد لا ترث, كما أنه إذا وجد أب وجد لا يرث. واضح؟ هذا مقصودي في الخلاف, هذا مقصودي في الخلاف. أما أنها ترث ترث, لكن متى؟ عند عدم وجود من؟ عند عدم وجود الأب. الإمام أحمد وأبو حنيفة يورثانها مع وجود الإيش؟ مع وجود الأب. خلاص. بس مع وجود الأم لا, يعني إذا وجدت الأم حجبت. إذن الواقع أن الجد بدل من الوالد والجد بدل من إيش؟ من الأم. بس هذا البدل لا يأخذ نفس القيمة ولا يأخذ نفس المكان, وإنما يأخذ المكان بسبب سقوطه, عدم وجوده فقط. يأخذ مكان بس يأخذ سدس فقط. فالجد يأخذ سدس مع عدم الأب, والجدة تأخذ السدس مع عدم إيش؟ ومع عدم الأم. لكن عند الإمام أحمد وأبي حنيفة يأخذ عن إيش هذا؟ إليكم استدل بعض على عدم وجود إيش؟ إيش هاي الكلمة؟ إيش؟ خبر الأحد. طيب نأتي إليه إن شاء الله. على كل حال الحديث فيه ضعف, يعني يقول لك إنه بعضهم يحتاج إنه لا يجوز احتجاج بخبر الأحد لأن أبو بكر قال من معك سمع هذا. أول شيء الحديث فيه ضعف, إحنا ثبتناه بغيره. اثنين, هذا نوع من الاستئناس والتقوية. لا قل لا يقال لا تقاتل بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا, إيش علاقة هذا الكلام؟ ما له علاقة. طيب إذا كانت المرأة يعني تحتاج إلى امرأة أخرى تذكرها وتقوي عندها المعلومة, يقول لا 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 أنه فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء, أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طيب واضح الأمر؟ خلاص انتهينا من الموضوع. إذن الجدة ترث, الجدة يحجبها الأم أو الجدات تحجبهن الأم, و عند الإمام الشافعي والإمام مالك أيضا يحجبهن إيش؟ الأب. فهو الواسطة فيحجب. طيب إذن عن عبد الله بن قال في الجدة مع ابنها, لا هذا الأول. طيب قال هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة, وفي الباب عن بريدة. شاهد حديث بريدة, لكن حديث بريدة يا أستاذ فيه عبيد الله العتكي. قال فيه ابن عدي لا بأس. على كل حال هو حاله محتمل, يعني هو قال فيه ابن حجر صدوق يخطئ بالشيخ ولا صدوق يخطئ يدل على ضعف فيه. نتكلم احنا شاهد يعني ليس أصلا, وإنما يشهد لي لهذا الحديث أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة بالسدس ما لم يكن أم. طيب أظن هيك واضح إن شاء الله تعالى. الآن هل ترث الجدة مع ابنها؟ إحنا عندنا الآن قول للشافعي ومالك, هل هذا هو الصواب ولا لا؟ نسمع. تفضل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد ورث بعض الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. نعم, هذه المسائل الخلافية حتى في زمن الصحابة, واضح؟ فلذلك لابد أن نحفظها خلافية لا نحفظها متفق عليها. قال باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. إيش يعني مع ابنها؟ ابنها بالنسبة إليها لكنه أب, واضح؟ فنحفظ الآن إحنا حتى لا تتخربط الأمور دائما
انظر إلى الشخص بالنسبة إلى الميت. إذن عندنا أب وجدة، أب وجدة، إذا وجد إما أن يحجبها لأنه الواسطة، وإما لا يحجبها. قلنا عندنا صورتان لا يحجبان، من الصورتين صورة الجدة مع ابنها اللي هي أب وجدة، الأب يرث والجدة ترث. الجدة ترث بالفرض، ترث كم؟ السدس. ذكر هنا حديث عبد الله قال في الجدة، طبعا حديث عبد الله في محمد بن سالم ضعيف، قال فيه أبو حاتم شبه متروك، فمثل هذا ضعيف، لكن يعني قووا هذا الحديث بغيره. قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. قال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. الشيخ عنده، كنت أراجع كلام الشيخ رحمة الله في الإرواء، فوجدته قال هناك، قال الترمذي في هذا الحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. كلمة غريب هناك موجودة، فيحتاج إلى التأكد أنه فيه نسخة كلمة غريب ولا لا، لأن هذا معناه أنه ضعف الحديث. أما الموجود عندنا والموجود كمان بشار وهذول، ما وجدت هذا الكلام، فيحتاج إلى التأكد أنه لم يضعف الحديث، وإنما قال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وكلمة إلا من هذا الوجه فيه غمز في بعض الإسناد، وهو محمد بن سالم. قال: وقد ورث، بس ما فيه التصريح يعني، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. إذن هذا نوع من الليش، نوع من التوكيد، إنه هو الآن اعتمد أنه ورثوا الذين لم يورثوا معهم الشافعي ومالك، والذين ورثوا معهم أحمد وأبو حنيفة. نتكلم احنا الواسطة، ليس الشخص نفسه، يعني نتكلم مثلا أبناء حتى تقرب الصورة. الواسطة لا يشترط أن يكون نفس الواسطة، وإنما الطبقة، يعني مثلا أولاد الولد يحجبهم أي ولد، نحفظ هذا الموضوع. المحقق هنا الشيخ شعيب رحمه الله تعالى يقول: حسن غيره مرفوعا، وقد صح موقوفا كما سيأتي بيان. والعلة فيه هنا محمد سالم هو الهمداني الكوفي ومتروك الحديث، وقد تفرد برفعه وبذكر الواسطة بين الشعبي وابن مسعود، يعني هو أنه ذكر واسطة بين الشعبي وابن مسعود ومسروق، يعني أنه المفروض ما في واحد اسمه إيش، أنه ما في مسروق بينهما، مسروق اللي هو مسروق التابعي يعني. قال: وأخرجه مرفوعا بن حزم في المحلى والبيهقي من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي من طريق محمد بن سيرين وسعيد المنصور من طريق عامر الشعبي كلاهما عن ابن مسعود أنه قال: إن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. هذا لفظ سعيد المنصور في الموضع الأول والباقون نحوه، وابن سيرين والشعبي لم يسمعا من ابن مسعود، يعني أن الحديث مقطوع من الجهتين. وأخرجه موقوفا على ابن مسعود عبد الرزاق وسعيد المنصور وابن أبي شيبة وابن حزم إلى آخره، وإسناده عندهم صحيح، خلا إسناد عبد الرزاق في انقطاع. بالتالي فعندنا إسنادان فيهما انقطاع وهنالك موقوف، والإمام الشافعي في مثل هذه الحالة يقوي ما فيه، يعني ما فيه وهن في إسناده خفيف محتمل بثبوت ذلك عن الصحابة أو ثبوت ذلك عن أهل العلم، لكن هذا ليس موضع إجماع، فتبقى المسألة ينقل فيها إيش الخلاف. لكن اعتمد الإمام أحمد على أنها ترث مع وجود ابنها. طيب كم بقي؟ في مجال؟ طيب إذا كان ما في يعني المجال قليل، أخشى أن ندخل في الباب يحصل معنا مثل المرة الماضية، نقرأ الباب بعدين ما نستطيع أن نشرح الباب، إذا كان الباقي قليلا، إذا كان في أسئلة ولا ننقطع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.